الشيخ عز وهو لدرع وحزام للمواقف روس قوم تجيب الاوله مثل ما للقوم مجد يصافح القمام له قوم في فضا المجد دوم مجواله ارحبوا يا ضيوفنا يا رفيعين المقام الحلال احلالكم والمكان بعدها يا روس رابع على العل يا سلام يا سلام الله على روس قوم مجمله ارحبوا يا ضيوفنا يا رفيعين المقام الحلال احلالكم والمكان ومحفله باسمها يا مرحبا يا ضيوف ويا كرام عند ربع في المواجب دوم مكمله ارحبوا شام فيه تلقى العود الأزرق وكيف مهيالة كيف هل الضيف يجلي عن الراس العسام لين حتى تباشر بالوفا وتودله ارحبوا يا ضيوفنا يا رفيعين المقام الحلال احلالكم والمكان احلالكم والمكان ومحفله.
هشام فيه